أنه أول مرحلة من مرحلة تعرض الإنسان لمرض هو إنكارها. أول شيء، حتى بعض المرضى ضغط الدم، بعض مرضى القلب، يعني سواء مرض جسدي أو نفسي، أو نفسي كله، أول خطوة هو ينكر. فما بالك إذا كان اضطراب نفسي، الإنكار بيكون ضعف، ما يكون اضطراب ليه جسمي. ضعف؟ هون السؤال. ضعف أولاً لأنه يعتبره شيء عادي وشيء جزء من حياته، وبينحل أحياناً، وأحياناً أنا قادر إني أحله، وأحياناً مش قادر إني أحله. هي شغلة أولى. الشغلة الثانية والوصمة الاجتماعية أو وصمة العار خلينا نسميها، إنه أنا عيب علي أقول يا عالم أنا مريض نفسي بدي أتعالج من طبيب. الآن طبعاً أول شغلة يجب على الإنسان أن يقارن نفسه بالآخرين. هل السلوك اللي أنا بقوم فيه غيري بقوم فيه؟ عظيم. الآن أنا بخاف من مواجهة الناس، غيري بيخاف منهم؟ لا، بالعكس، لما أنا أكون أتكلم أمام الناس ممكن أنزعج فلان قاعد يتكلم وأنا قاعد أتكلم، تمام؟ فالآن أنا يجب علي أني أقارن نفسي بغيري. فلان لما يتكلم هو ما بيحب حدا يتكلم هو قاعد يتكلم، صح. ليش أنا بخاف أني أتكلم أمام الناس؟ معناته في شيء. أولا أقارن نفسي مع أبناء عصري، ثانيا أقارن نفسي مع ما كنت سابق حتى يتبين لي ما هو السلوك الطبيعي من غير الطبيعي. ليه؟ لأنه هو يتكيف للمرض ويعتبره جزء من حياته، يعتبره أنه هذا السلوك الصح اللي لازم يصير. طبعا المرض النفسي إيش اللي أنا أكون قادر، حتى أكون قادر على الحكم أنه هذا مرض نفسي؟ أولا حين يعيق الإنسان على تكيفه للبيئة المحيطة من حوله. شلون يعني؟ يعني زي المراجعة اللي حكيت لك عنها، بتفوت على الحمام أولادها في إهمال وقت ساعة دخول الحمام، تعرف الطفل هذا ممكن يحتاج أمه بأي لحظة، صحيح، بده يرضع، بده عمل على نفسه كذا، بده بحاجة أمه، صحيح. الآن هي أعاقت تكيفها للبيئة المحيطة من حولها. الشغلة الثانية تعيق الإنسان عن تقدمه في الحياة. يعني مثلا في رجل أعمال كان يجيني عنده خوف من ركوب الطائرات، حلو، الآن بقول لك أنا خلص عملت مندوب إلي في كل دولة وما فيش داعي أسافر. تخيل هذه الأعباء المادية. أنت الآن شغلك أنت بتقوم فيه بتكون أنت أقدر من غيرك أكثر من تحط مندوب، وأسرع في الإنجاز. ليش تحط مندوب وتعطيه راتب عشان شغل شهر، أنت رغم أنك أنت كانك هالشهر هذا تروح وتوفر على نفسك، وبعدين حتى لو ما وفرت على نفسك أنت أكفى بالقيام بالعمل. فالست الكريم هو تكيف لأنه بيخاف من ركوب الطائرة، فأعاقه عن تقدمه في الحياة، ولا أنه يطلب الرعاية النفسية أو العلاج حتى ما يقع في سبيل الإحراج أمام الناس، وعارف أنه في عنده مشكلة معترفة.